الله. طبعا نفس ما وعدتكم اني اغطي لكم احد الاماكن الجديده الموجوده في دبي. طبعا هذا المكان في مجموعه مطاعم، مجموعه كيفيات، وفي سينما، وموجوده طالبه امنه ولا الاستاذ امنه. طبعا سلمكم الله. ناس ما تشوفوا المكان، هذا هو المكان. شيء اقول لكم شيء، طبعا تاريخ 24 الشهر الجاي 24/12 بيفتح المكان رسميا. شفتوا المكان هذا؟ في نافورتين من اكبر النوافير بتكون موجوده في هالمنطقه، وهالمنطقه بيكون مكان عبور ومشاه لاطلنطس. شوفوا الصوره. يا أمينة شفت الشيء يوم ترقصين؟ هذا المكان بشكل عام للمكان. في طبعا كوفيات، هالمنطقة مفتوحة هنا، هالمكان كله كوفيات، يمكن 3-4 كوفيات فاتحين هذا المكان، وطلالته ما شاء الله على أطلنطس من الآخر. طبعا محلات تجارية، اللي حابي يفتح محلات تجارية ترى في محلات تجارية فاضية، وبعد في بعض المحلات الحين شغالين يفتحونهم. والله يوفقنا وياكم لك الخير. طبعا انتهت تخطيطي هنا لك الخير. شو عندك آمنة؟ انزين انتهت تخطيطي لهذا المكان، وان شاء الله بحط لكم الاسم، والله يوفقنا وياكم لك الخير. اذا تخطيطنا عجبتكم تريوا التغطية جاية بعد شوي، عندي تغطيتين، تغطية المحل عصاير وكذا، والمحل الثاني مطاعم لحوم. ترقبونا.